مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء ربيعية دافئة نهارا في أغلب المناطق ولطيفة إلى مائل البرودة ليلا، ووصلت العظمى في عمان 24 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء لطيفة إلى مائل البرودة في أغلب المناطق، وبتوصل درجة الحرارة ل 17 درجة، أما الرطوبة 50% والرياح شمالية غربية. غدا أجواء دافئة وحارة نسبيا في أغلب المناطق، بتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 30 وبتنخفض بالليل ل 23 درجة. يوم الجمعة والسبت بتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني وارتفاع على درجات الحرارة، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 30 وبالليل 18 درجة. ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 19 وغدا 33، عجلون 18 وغدا 32، جرش أجواء غالبا صافية 18 وغدا 34 درجة، المفرق 16 وغدا 32، الزرقاء 18 وغدا 33 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في الصل 18 وغدا 31، مادبا 18 وغدا 29، مطار ملكعلياء 16 وغدا 32 وأجواء ربيعية دافئة. البحرميت 25 وغدا أجواء حارة 38، الطفيلة 18 وغدا 29، الكرك 18 وغدا 30 درجة، معان 18 وغدا 31. في العقبة بتسجل درجات الحرارة 27 وغدا أجواء حارة 42 نهاية برواشد، 16 وغدا 33. إذا ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: أجواء ربيعية دافئة نهاراً وأجواء لطيفة إلى مائل البرودة ليلاً ومنخفض جوي خماسين يوم الجمعة والسبت. بننتقل لدرجات الحرارة في دول ومدن حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة، عودة إليك لنا. شكراً مريان.